عسلامة. الله يسلمك، مرحبا بك. لاباس؟ لاباس الحمد لله رب العالمين. عسلامة. عسلامة. لاباس؟ لاباس. عرفنا عليك. جبار طيب من مدينة العلمة. من الجزائر الشقيقة. الجزائر إن شاء الله. من الجزائر إن شاء الله. ولاية جبار سيراج جاي مد الدين من ولاية سطيف مدينة العلمة. وقت جيتوا زيارة تونس؟ عندنا ديجور 10 أيام. إيه. عملتوا فيهم العشر أيام؟ عشر أيام حوسنا، شفنا درنا، شفنا أماكن في تونس وش كان أماكن باهية، مشينا للبحر، مشينا للأماكن الأثرية تاعكم الحمد لله. وتوا رانا نزورو في العاصمة. أنا هما البلايص بالضبط اللي زرتوهم؟ زرنا سوسة، زرنا الحمامات، رحنا القنطاوي مونستير، رحنا الهرقلة، هرقلة هكا رحنا الهرقلة، مشينا بلايص برشا. جبنا من تالا من الحدود، من تالا. ايه لا من تالا، احنا عندنا ناس نعرفوهم ثم برشا. هما جيتوا على الحدود البرية؟ لا فول الحدود البرية مسكرة. تونس انا نعرفها مليح، فهمتي، عندي بزاف، عندي 22 جيليا. ايه دورنا مشينا الاماكن الاثرية في تالا، في القصرين، مشينا لسوسة، مشينا الحمامة الجنوبية، حمامات سوسة، قنطاوي، هرقلة، تونس العاصمة، مونستير. انت قلت تونس تعرفها بالباهي، قد وقتاش اول مرة جيت فيها تونس؟ دخلت تونس 2001. 2001 فاش كانت في 2001؟ والله ما تقريبا ما تغير شيء، تقريبا ما تغيرتش شوية في الامن برك اللي راهي تبان لي تغيرت شوية، اما في السياحة والعباد وذاك تبان لي كل شيء راهو مازال كيما راه. وانت اول مره جيت تونس؟ 2000 دوزيام فوا. كيما جات ماما تداوي وقتها ماما جات تداوي اون 2013. في 2013. 2013 كان صغير، هو كان صغير شويه. كان صغير شويه. ما تفكرهاش انت 2013؟ شويه. شو تفكر هكا؟ جينا للوتيل اللي تو انفصل اوتيل مرحبا ذاك. كانت شوية مش كيما ذكا. توا كبرت ما شاء الله، شنو يعجبك؟ هاي كلش ما اعطيها سيارات تحكي لها هادي. ما وين مشيت؟ رحت البحر، رحت القنطاوي، حمامات. عجبتك؟ مليحة. هي تحب تبقى هنا ديما؟ روح لبلادي انا ثاني. بالنسبة للماكلة شنو ذقت؟ تقريبا نفس الماكلة اللي في الجزائر هنا. ما يختلفوش؟ ما حوت، الحم، الهريسة ذقتها؟ ما اشتهاش الهريسة. حبش الحارة؟ ايه حبوش. كسكسي؟ ما عدنا في الجزائر احنا الكسكسي. الكسكسي التونسي شبه الكسكسي الجزائري؟ ما يختلفوش، نفس الطعم نفس كلش. كيف كيف؟ كيف كيف. هذا ولدك ولا؟ هذا ولد خويا. ولد خوك؟ ولد خويا مثل بني. هو وبني، عندي طفل هو وبني، ما ماجن يسمى راه كيما ولدي، مادام معايا لهنا في تونس راه ولدي. قلت عندك ولدك نفس العمر؟ نفس العمر، بينو ديفيرون تاع شهرين. ولدك جبته معاك ولا لا؟ ما جبتوش، ولدي راه في الجزائر. كيفاش ما تجيبش ولدك وتجيب ولد خوك؟ كيفاش ما جبتش ولدي وما تجيبش ولد خويا؟ وجبت ولد خوك؟ خليها بين قوسين. خليها بين قوسين؟ قوسين ايه. خليها بين قوسين. عايش. كيفاش تتعامل مع ولد خوك؟ نتعامل معاه كأنه ابني. بلاش أكثر. أكثر. كيما ابني ولا أكثر، لأنه أمانة عندي. دلوا ندلوا نحبوا وش يحب نشريلو. هذا يسمى ولدي، هذا يسمى ولدي. بوه راهو مريض، بوه مريض شويه، ان شاء الله ندعيو له بالمناسبه، ندعيو له بالشفاء ان شاء الله. لاباس اللي راهو يسمع فينا، يدينا ان شاء الله ربي يشافي خويا ان شاء الله يا رب. دعاء لله عز وجل، ادعيوا لي ان شاء الله خويا يشافيه رب العالمين. هذا كو توا عمك كيما بوك؟ ما نفسه، كيف كيف، كي عمي كي بابا.
تسمى شغل هو الاب الاول الاب الثاني كيف كيف. هي تقلل عليه في حاجات تقول له اشري لي؟ لازم. هي لازم. هي اشري لك. يتغش عليك ساعات ولا ما يتغشش؟ جمله جمله ما يتغشش طول. شنو الحاجات مثلا ساعات تتغش عليه شويه؟ والله ما نتغش خلاص. كنت بكري نتغشش ذوك خلاص. قلت فيش كنت تغش؟ نتق بهم يا الاولاد. كنت نضربهم نهوش. اما على نضربهم نضربهم ضربت على سلاحهم. احنا ضد العنف. لا موش عنف. من ضرب لي هكا تشوفي فيه انت الطفل تضربيه على يده هكا على يده ما تضربيهش الوجه ما تضربيهش اللهن. تاع الضرب هذا بنا احنا في الجزائر نقولوا نضرب. اما موش ضرب اللي ضرب اللي تشوفيه انت ضرب المبرح. والضرب لازم يكون الطفل صغير يكون شويه يكون معاه متشدين شوي في امور في امور مصلحته كما تقولوا التعليم القرايه نتاعو وين يدور الكلام مثلا كلام سيء كلام بذيء كما نقولوا يغلط الطفل الصغير راه يدور في مجتمع. رانا نشوفه مجتمع كامل مجتمع تاعنا راه بكري احسن من ذوك. كيفاش بكري احسن من تو؟ بكري احسن من ذوك. كانت الحرمه كان القدر كان الاحترام كان التربيه كان صاحبي ما يخونش صاحبه كان الجار يعز جاره كانت الاخ مع اخوه يقف مع اخوه الام عندها معزه كبيره الجد عنده معزه كبيره كانت الناس كل عايشه عيله واحده ما كانش فرق حتى الجيران اللي يسموا خاوه. الجيل الجديد كيفاش ترى؟ الجيل الجديد انا ما قدرتش نتاقلم معاه حقا. تتاقلم مع ولد خوك؟ هذا ولد خويا عايش معايا ونعطي. تنجم تتحكم فيه؟ نتنجم نتحكم فيه. احنا في الجزائر شوف اختي في الجزائر راهو مازال الطفل الصغير قادر الكبير هذه مازال. احنا عن عم وخاله جده ابوه في العائله خصوصا في العائله مازال الطفل الصغير مازال الطفل الصغير عمه ينهي خاله ينهي امه تنهي الجار ينهي هذه مازالت عندنا. حتى احنا رانا في شارع في حي شعبي في الجزائر نسكنوا تربينا في مدينه وفي حي شعبي تسمى وين الناس مازالت شويه محافظه سورتو مع العيد هذا ان شاء الله ربي ينعاد علينا بالصحه والهنا. امين امين ان شاء الله. عندك عمام اخرين ولا؟ عندي. هي اكثر عم تحبه؟ اتكلم من دون هذا وعمي نور الدين وعمي عبد النور هذو هما ثلاثه وعماتي بين قوسين ثاني نحبهم الكل الكل. هي دلينك الكل الكل. شنو لك اللي تحب انت؟ هي في القرايه. في نجحت؟ نجحت. هي تميز ولا لا؟ شويه مش يبقى شويه ما لاباس. اما لاباس مش متميز متميز وين يجيب اعلى علامات اما مليح صافا لاباس الحمد لله. شنو تحب تولي؟ انا جوار لاعب كره قدم. دوموند شكون باش تشجع؟ انا شجع تونس باسكو الجزائر خرجت. شكون باش تشجع؟ تونس. اي قاعد خاوه خاوه. اي كلمة الختام شنو تحب تقول؟ 1 2 3 فيفا لاجيري خاوة خاوة تونس راهي بلادنا الثانية إن شاء الله وربي يحفظها وربي يحفظ بلادنا وربي يعيشكم وربي يحفظكم 1 2 3 فيفا لاجيري. ربي يشافي بابا إن شاء الله. آمين. 1 2 3 فيفا لاجيري و 3 2 1 فيفا تونيزي. رقمي 21 059217 21 059217. نحب نعرف عندي واحد من السعودية نتلجأ له نقول له الله يرحم والديك في 600 اللي بعثتهم لي وعدتني انت قلت لي سامية والله نقف معاك ونعطيك 1000 كل شهر ونفرش لك دارك ونعمرها لك شبيك رقدت وقمت وسلمت فيا علاش
معناتها وهبتني في الحاجه هذه، وقلت الله يكثر منك الناس ويرحم والديك، وقلت راني جاي لتونس قبل العيد ومش نعرس لهنا، قلت لك نعتبرك خويا، انا ما عنديش خو، قلت لك انت نعتبرك خويا، وفرحتني وقلت لك الله يكثر منك الناس، وحتى ما تعطينيش الالف، قلت لك مش تعاوني في البدايه تعمر لي الدار وتكري لي الدار، قلت لك الله يخلي لك امينتك ويكمل فرحك، واعتبرني اختك ونيقف لك في فرحك، علاش جبت روحك مني خويا احمد؟ الله يخليك، الله يخلي لك امينتك ويكمل فرحك، كي وعدتني تعمل اكبر مزيه عاوني انت ولا العالم لجمع الكل، 21-059-217 العالم لجمع الكل تسمعني، الله يخليكم يرحم والديكم.